الرادار. رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم حتى لل 11 في الرادار. موضوعنا يهم بدرجة أولى المستهلك في علاقة بنقاط البيع من المنتج للمستهلك استعدادا لرمضان. التفاصيل كل جينا من عند ضيفنا اللي رحبوا به سي أنور الحراثي، عضو مكتب تنفيذي وطني اتحاد الفلاحة مكلف بالتجارة الداخلية والمغربية والتسويق. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي أنور. مرحبا بك ومرحبا بإذاعتك فرصة فام، ومرحبا بجميع مستمعيكم. مشكور جدا على التدخل معنا. برشا في التوينسة كيقولوا رمضان ويقولوا نقاط البيع من المنتج للمستهلك اللي برشا زادا يستناو فيها، أملا أنه باش تكون فيها الأسعار تكون معقولة. قبل ما نوصلوا للأسعار نحكيوا على نقاط البيع، توا قداش عنا من نقطة بيع مهيئة أو بصدد التهيئة استعدادا لرمضان، قداش فما من نقاط بيع ممكن تكون جديدة تزيدت انضافت في مناطق أخرى، شنو نجمو نعرفوا؟ شوف اختي، احنا النقاط البيع هذه من المنتج المستهلك هي تدخل في اطار الانشطه اللي يقوم بها الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري، وذلك بتنظيم العديد من التظاهرات تحت عنوان سوق من المنتج المستهلك. هذه تسير في كل الدورات اللي قام بها الاتحاد للصالون الدولي للفلاحه والالات الفلاحيه والصيد البحري اللي نظم فيه الاتحاد منذ دوره 2007. في كل صالون يصير العرض هذا في جميع يعني المنتوجات الفلاحيه. كذلك خلال اليوم الوطني للفلاحه نعملوا نهار ولا نهارين، يصير نهار 12 ماي، وتوصل هالنقاط هذه من اجل توفير المنتوج ديريكت للمستهلك، ويكون طبعا باسعار تفاضليه ويكون باسعار يعني جد مناسبه. كذلك جربت العادة أنه في شهر رمضان يوقع التنسيق بين الاتحادات الجهوية وكذلك البلديات أو يعني المعتمديات في يعني الولايات، مراكز الولايات، في إعداد فضاء وعرض فيه البضاعة يعني المنتوجات الفلاحية. احنا ان شاء الله العام هذا ان شاء الله باش يكون التركيز انه يكونوا حاضرين في كل الولايات، ويكون نقطة بيع او اكثر في كل ولاية، وان شاء الله ربي يوفقنا ونوفروا المواطنين السلع يعني المتوفرة الموجودة في على مستوى الانتاج. تقريبا قديش فما من نقطة بيع تو معناتها المعتادة؟ والله هو حاليا ما يقارب على يعني ما بين ال 20 و 30 نقطة فقط. هي راهي ماشي قاره، فهمت؟ هي راهي قلت لك تجي في مناسبات وثم الـ يعني ثم نقاط قاره اللي هي يقوم بها الديوان نتاع الفلاح، فهمتني؟ واحنا كاتحادات جهويه ننسقوا ديما بالمناسبات، يا اما في وقت اليوم الفلاح الوطني للفلاحة أو في خلال شهر رمضان. به تقريبا نقاط البيع من المنتج للمستهلك، أول نقطة بيع وقت باش يتم افتتاحها هو عموما نقطة البيع اللي في العاصمة، العباد تحاول معناتها تعرف وقتاش تكون موجودة. احنا بإذن الله نكونوا حاضرين منذ بداية رمضان إن شاء الله، نبدو حاضرين دوك. حتى ربما من قبل انطلاق شهر رمضان. إذا قبل شهر رمضان تقريبا بوقت بأسبوع. احنا هو لو ما تنجمش تحكم في التوقيت، لكن احنا قاعدين ساعين خاطر راهو البيع هو في الأساس لازم يكون ضمن مسالك التوزيع القانونية. والإشكال في نقاط البيع هذه أنها ما تخضعش للمسالك التوزيع اللي هي عبر الأسواق. هذاك علاش احنا نوجدوا ساعات إشكاليات قانونية فيما يخص يعني البيع. احنا ان شاء الله قاعدين ننسقوا مع وزاره التجاره انه تكون يعني ثم يا اما طاوله او عن طريق اللي شاري لزمه السوق، انه يكون معناه هو اللي يشرف على العمليه، لانه راه ديما التنظيم البيع ديما هو القانوني هو اللي يخلي الامور تمشي معناها وتشد ثنيتها القانونيه. به سي انور، نقطه البيع اللي في العاصمه التمركز نتاعها تقريبا يمشي يكون موجود سنه؟ قلت لك انا توا ما نعطيكش حتى معلومه. احنا ما زلنا معناها في طور الاعداد،
وان شاء الله اول ما نبدو حاضرين نتواصل معاكم ونعطوكم بالضبط بالتفصيل يعني الدقيق. واضح. في الاثناء تقريبا هي نقاط بيع كما قال لنا سي انور ما هيش قاره مناسباتيه، من اهم المناسبات هي شهر رمضان من 20 ل 30 نقطه. قلت لنا التوسع باش يكون موجود، ممكن باش تكون في كل الولايات هكا ولا لا؟ نقاط البيع ان شاء الله من المنتج للمستهلك وتقريبا بتبيع قبل شهر رمضان. التفاصيل من بعد باش تكون جينا تباعا بالتنسيق مع وزاره التجاره. مشكور جدا سي انور الحراثي على التدخل معنا على هالفكره هذه، انه باش يكون فما نقاط بيع اثناء في كامل تراب الجمهوريه، حاجه بتبيعه تهم وتمس المواطن التونسي بدرجه اولى. احنا باش نكونوا ديما في متابعه لاخر التطورات، خاصه في علاقه بالاسعار، ومن المنبر هذايا نعطيكم كل الاسعار اللي باش تكون موجوده في نقاط البيع من المنتج الى المستهلك. كنت هذيا الرادار، احنا مواصلين معاكم في الشارع التونسي حتى لل 11، تابعونا ما تبعدوش.